جبنا لكم فيديو جديد حبايب قلبي، بدنا نوصل 10,000 مشترك على اليوتيوب خلال السنة هذه، وتحياتنا لإلكم. السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي، يعطيكم العافية وإن شاء الله تظلوا بخير وسلامة. واليوم جبنا لكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو الجديد يا ريت نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انتوا شفتوا فيديوهات لميشو، هو بياكل رطب وهو بيلعب معاي، وهو في له قصص كتير نشرت لكم اياها قبل، بس اليوم قصتنا مع ميشو قصة غير شكل. تقريبا ميشو له 2.5 أسبوع ما اخدش دش او حمام. اليوم جهزنا له المي، شامبو، فرشاية لنليفه فيها، كل اشي يعني جهزنا له اياه. وايش راح نعطيه دش مرتب، لانه جاي ايش عنا شتاء، وجاي عنا يعني موسم فيش فيه شمس، فلان هيك اخر مرة راح يتحمم فيها ايش ميشو. تعالوا معنا نفرجكم ايش. تعال ميشو قرب قرب، تعال، ليش خايف؟ تخافش من المصور حبيبي انت. طبعا زي ما انتم شايفين ميشو قديش وسخ، قرب لهم عليه، شايفين كيف وسخ من هان ومن هان ومن هان. طبعا هذا السواد لازم ايش يكون بياض زي هيك، ولكن هذا السلك اللي مربوط فيه من هان هو اللي عمل له ايش اللون الاسود هذا، فاهمين كيف؟ وخلينا نفكه. مش حبيبي، هذا حبيبي طلع مغلاه يا ناس. نفكه عشان ايش نروح ناخده على الحمام. وبعدين بعد ما نخلص ايش نشوف له منشف او اشي وبنشفه فيها. خلاص اسكت، خافش خافش قولي. تعال يلا تعال، خافش حبيبي ميشو. طبعا هي تفكنا الثعلب، وراح ايش ناخده على المية عشان نحممه. بس قبل ما حممناه هاي جبنا له الشامبو والفرشاي والمنشف، يعني لازم نظبطه، هذا حيوان عزيز علينا. وخلينا نروح على وين نحممه ونعبي له مية. تعال يلا، اول اشي بدنا نعبي المي. طبعا هو خايف منها، واحنا بنعبي المي بدنا ايش نخليه ياخذ على الصوت عشان هو بخاف كثير من المي. خلاص نشوف، نحط الشامبو نفركه نفركه. اسكت، هاي زي ما انتو شايفين المية امتلأت. خافش حبيبي، اه خافش. حط شام، بدي اخليه يلمع لمع لمع، بدي اخليه. تعال نحطها هنا شوي، خلاص اعقل ميشو. خلصت كل علبة الشامبو بعدين، وين الفرشاي راح؟ نفركم نحط عديله. قرب شوي قرب شوي، نحط عديله كمان صابونة. ولك اقعد، ما
عاد الحين يا كبار ايش المجزرة الحاسمة لما نحطه في الماء. هاي طبعا فركناه 100%، طبعا مش لازم انه يجي على راسه مي لانه ايش بغلب، فاهمين كيف؟ او ممكن يجي في عينيه صابونة، ممكن يجي في قرب شوي خلاص مينشو، لان حممك يا زلمة اقعد عمو مينشو انا ما هو راضي ولا افتح المية الحين. يا عيني نعيما، قولوا له نعيما حبيبي. هاي ما وصفك يا ميشو، خلاص استنى شوي، اقعد ساكت. ولا قول تعال مشي بريقك. شايفين انا حتى الان ما جبتش على راسه مي، ليش؟ عشان ما يدخلش في دنيه او في عينيه صابونه او اشي ويمرض، فاهمين كيف؟ بعد ما نخلص من تحميمه ونشفه ان شاء الله راح نديه ايش؟ نرشه بودره للبراغيث وقاي عشان ما يجيش فيه اشي. وهيك نعيما يا قلبي. نعيما يا ميشو حبيب قلبي انت. تعالوا الحين ايش نعمل فيه؟ مشى النشف ورا تعبني، وهاي جبنا له المنشف عشان ايش ننشفه فيه. والله بده استشوار كمان. تعال هنا نقعد على هذا النظافة. قرب شوي، هاي زي ما انتم شايفين هيك الميشو تحمم ويا باي محلاه صار. هاي بس بدنا ننشفه اشي بسيط. نحطه بالشمس، نازل السلم هاد. وايش نربطه هان في الشمس، قرب شوي. طبعا هيك راح ننتظر عليه ابو ربع ساعة او ايش 20 دقيقة بالضبط عشان الشمس حامية كتير، راح ينشف اشي بسيط زي ما انتم شايفينه. هاي قاعد بلحوس في حاله عشان ايش ينظف حاله اكتر واكتر، وبعدين راح نطعميه ونرشه ايش الدواء. وما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب، ولو مش مشترك في القناة اشترك. زي ما انتم شايفين هاي يفرفض حاله ويا باي محلاه. تعال حبيب انت هنا عشان تاكل، بس خليك تنشف شوي عشان اطعميك وخليك تنبسط على الاخر، ماشي؟ طبعا هيك يا حبايب قلبي جهزنا الاكل لمينشو. طبعا زي ما انتم شايفين رز دجاج وطراف دجاج، ايه راح نحط له اياهم مكانه هنا عشان يجي ياكل. طبعا هذا الحل الوحيد لاي حدا بيعاني من البراغيث
او من الخارج. شايفينه؟ هاي هاي بكون مكتوب عليه عبري اسرائيلي يعني. هاي هاي الاسم تبعه، شايفينه؟ كينامي زي ما انتم شايفين. هاي مسحوق لمكافحة الطفيليات الخارجية على الطيور والحيوانات. طبعا هي هذا نظام بودرة، شايفين كيف؟ طبعا هي زي نظام بودرة. الحين تقريبا ميشو نشف شوية، راح ايش نرشه وايش ونخليه يجي وياكم. تعالوا معانا نجيبه. يا شفت؟ تعال تعال. طبعا زي ما انتم شايفين قرب شوي، هو خايف من المصور. هياته نشف بعض الاشياء. الحين راح نفكه وناخذه على المكان تبعه. انا لازم كل ما اصور يجي تاع بطاطا، يجي تاع بندورة. هذا يعني الحالة احنا بنعاني منه. زي ما انتم شايفين رايحين بالاول مشو خلاص اقعد. الحين راح نرشه من البودرة هاد عشان لو في اشي يروح، بس بنبعد الاكل عشان ما يجيش عليه البودرة، لانه البودرة هاد قاتلة شوي بعض الاشياء. قرب زي ما انتم شايفين كيف رشيناه. اهم اشي ما يجيش على عينيه، اذا اجى على عينيه ممكن انه يؤذيه ويصير معاه التهابات او اشي. الحين نربطه. بعدين ايش نقدم الاكل. يلا كور. برافو، ايش عليه الاكل. وهيك حبايب قلبي خلصنا الفيديو لليوم. لو عجبكم الفيديو تنسناش من اللايك والشير، واهم اشي تشيرونا القناة لنوصل 10,000 مشترك خلال السنة هاد. وتحياتنا لكم والسلام عليكم.